هنعمل اول وصفه دلوقتي، الفطائر التركيه. وصفه ظريفه جدا، عجينه سهله قوي، وممكن نحشيها ممكن ما نحشيهاش، ده كل ده براحتكم. هقول لكم ازاي نشكلها ونعملها وتبقى خطيره. بصوا، انا معايا 6 كوبايات ونص من الدقيق، تمام؟ 6 كوبايات ونص من الدقيق، دقيق قوي مكتوب عليه بيتزا او جميع الاغراض، تمام؟ معانا بقى باكت كبير من البيكنج باودر او معلقه كبيره حلوه كده من البيكنج باودر، معانا 250 جرام من الزبده، زبده عادي خالص، لا هي تبقى جامده قوي ولا تبقى سايحه قوي، تمام؟ 250 جرام يعني تقريبا 3 ارباع كوبايه، او اقول لكم لا كوبايه، 250 جرام ده كوبايه زبده بالظبط، تمام؟ ومعانا كمان كوبايه زيت، اي زيت عندك مفيش مشكله. هنحتاج كمان 1/2 كوباية من اللبن الحليب، معانا بياض بيضة، ومعلقة صغيرة من الملح، أو يعني 1/2 معلقة صغيرة من الملح. دي كده إيه العجينة، وهنشوف لو هنحتاج لها شوية مية دافية ولا لأ، بس إحنا في جميع الأحوال هنحط لبن وزيت، يعني كل الحاجات السايلة دي مش هنسيب العجينة لما نطمن إنها شربتها، عشان لو احتاجت أي سوائل تانية زي لبن دافي أو مية دافية نحط، مفيش مشكلة. علشان بقى ندهنها قبل ما ندخلها الفرن هنحتاج صفار بيضة، ومعانا كمان سمسم، حبة البركة مثلا، براحتكم بتطلع خطيرة إن شاء الله، تجربوها وتنبسطوا منها. أنا هجيب هنا كده بولة كبيرة بس كده، ونحط الدقيق كده، وعليه رشة ملح، ونقلب كده الملح، رشة ملح كبيرة شوية يعني بتاع 1/2 معلقة ملح كده، تمام؟ هنحط كمان البيكنج باودر كده، هي ما فيهاش خميره ولا اي حاجه. وبعد كده هحط الزبده اهو، وهقلب الكلام الحلو ده كله مع الزبده كده، يعني انا عايزه الزبده تتوغل مع الدقيق. وبعد كده هحط بقى ايه، بياض بيضه، وهحط الزيت، وفي الاخر هحط اللبن كده. الزبده زي ما بقول لكم طريه بدرجه حراره الايه الغرفه، لا هي سايحه ولا هي ساقعه قوي. احلى حاجه لما تجيب الزبده تقطعيها مكعبات وتشيليها في التلاجة متقطعه مكعبات، بتسهل عليكي الدنيا كلها. حتى لو هتعمليها في العشاء كده، هتقلي بيضه كده في العشاء، هتقومي مطلعه مكعب زبده صغير معاكي من غير ما تشوهي وتبوظي منظر الزبده. وفي نفس الوقت عايزه تعملي بقى فطاير اللي احنا بنعملها، او اي صنف حلويات، او اي حاجه هتحتاجي فيها زبده، هيبقى سهل عليكي بالكوبايه تعايري، هتجيبي مكعبات الزبده وتحطيها في الكوبايات وتعايري بقى كوبايه زبده، 1/2 كوباية، هتبقى سهل عليكي جدا. فانصحكم ان انتوا تقطعوا الزبده مكعبات تسهل كده. بصوا خلاص انا حطيت الزبده وفركتها في الدقيق، هنحط بقى بياض البيضه، وانا شايله الصفار بتاعها بقى عشان ندهن المخبوزات، وهحط الزيت نقلب كده، ومعايا اللبن، لبن دافي كده، ونعجن الكلام الحلو ده. طبعا احنا مش عاملينها بخميره ولا حاجه، احنا حاطين بيكنج باودر. بصوا كده العجينه ايه، محتاجه شويه ميه، فانا هجيب ميه دافيه. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا دايما بستخدم الميه الدافيه في العجن، انها بتساعدني كده، يعني احساس شخصي كده، ما دام بعجن بايدي انها بتسهل لي الدنيا. لكن احنا مش حاطين خميره، فلو انت مش عايزه تعجني بميه دافيه ولا تحطي لبن دافي مفيش مشكله، ممكن تستخدمي الحاجات فتر عادي خالص كده. اول ما تلم معايا العجينه خلاص هنوقف تماما ان احنا نحط اي ميه دافيه ولا اي حاجه. بصوا اهو بنعجنها بس كده 2-3 دقايق بعد ما تتلم معانا. وطبعا زي ما اتفقنا هي ما فيهاش خميره صحيح، بس لازم ترتاح، نسيبها على الاقل 1/2 ساعه متغطيه ترتاح، عشان تبقى معانا بتتفرد بسهوله وتبقى ناجحه وحلوه قوي. معايا واحده اهو، هنشكلها بقى بطريقه سهله جدا. تقدروا تحشوها اي حشوه انتوا عايزين، لحمه، فراخ، جبنه، براحتكم. حط كده رشه دقيق على الكاونتر هنا،
كده. والعجينة هي ما خمرتش ولا اي حاجة، احنا مش حاطين لها خميرة، بس ارتاحت اترستقت كده كده منها كورة. نحرجها كده في الدقيق واجيب كده النشابة علشان افردها كده. عايزين نفردها ما تبقاش ولا رفيعة قوي ولا تخينة قوي كده اهو. سمكها يبقى معقول بس كده. السمك ده بيبقى ظريف قوي. وممكن بقى بولة او كوباية او قطاعة. عايزين نقطع كده ايه العجينة بالشكل ده. انا قطعتها بالبولة اللي معايا اهو. وناخد العجينة دي برضو بنعجنها تاني ونرجع نفردها ونقطعها برضو بنفس الحكاية على شكلها ده. ممكن نحشيها من جوه اي حاجة براحتنا، او مش عايزة تحشيها مفيش مشكلة، هنتنيها كده ونتبت عليها من الجناب كده. بالشكل ده. اتاكد بس كده انها اتقفلت حلو. بس انا حاسه ان دي لسه مفتوحه. بس كده. ومعايا بقى فرشه وصفار بيضه هندهنها كده. ممكن بقى سمسم، حبه البركه زي ما تحبوا. انا معايا حبه البركه هنا كده. بس كده. فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هندخل كل الفطاير دي بعد ما نشكلها ونخلصها. تقدروا تحشوها اي حاجه بس تاكدوا انها اتقفلت كويس وانها مربوطه معاكم تمام. فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هتاخد لها تقريبا ربع ساعه، ممكن توصل ل 20 دقيقه. لما بنعملها ساده ممكن نغمسها بقى بصوص جبنه، ممكن نغمسها حتى بزبادي مع الجبنه الفته، بتبقى خطيره لو هتبقى ساده، او لو عايزين تحشوها